صفات شخصية هتكلم عنها. الصفات دي هي السبب في الاضطرابات النفسية ومشاكل علاقتك بالناس وعلاقتك بالآخرين. الصفات دي لو عندك انت هتبقى تعبان جدا ومضغوط طول الوقت. اول صفة هي شخصية الساعي للكمال، او الشخص اللي عايز كل حاجة بيرفكت، كل حاجة تبقى كاملة، التفاصيل تبقى كاملة. المشكلة ان الشخص ده دايما بيشوف تفاصيل، ودايما عينه بتجيب التفاصيل وبتجيب عيوب فقط. الشخص ده ما بيعرفش يقول كلمه حلوه، ما بيعرفش يقدر، ما بيعرفش يقول اللي حواليه شكرا على اي حاجه قدمتوها. هو دايما بيعتبر ان الحاجه الكامله دي حاجه عاديه مفروض كل الناس تعملها. لسانه دايما الواجب، المفروض يحصل كذا، لازم يحصل كذا، دايما عنده الكلمه دي بيقولها طول الوقت. الشخص ده بيبقى مضغوط جدا، بيبقى حاطط نفسه تحت ضغط التحسين، دايما مضغوط طول الوقت، ودايما بيرهق الناس اللي حواليه، دايما مش بيعجبه اي حاجه، بيبقى عنده قلق زايد. مشكلة ان الشخص ده ما عندوش معيار كمان، هو عايز ايه بالظبط؟ انت عايز توصل لفين؟ كل ما يوصل لليفل معين من التحسين او التطوير لا يقول لك لا في احسن، كل ما يوصل لليفل معين يقول لك في احسن. الشخص ده بيستهلك وقت طويل قوي في عمل اي حاجه حتى لو بسيطه، بيضيع وقت طويل جدا في حاجات تافهه، الدايره اللي حواليه بتتعب جدا. بيربي اولاد عندهم نفس الصفات دي، بيبقى عندهم الصفات ان هم يبقوا دايما كاملين، مفيش اي غلطه. الحقيقه ان الحياه مش كده خالص، الحياه عايزه انك احيانا تقبل حاجات مش عاجباك في مقابل حاجات عاجباك، مفيش حاجه كامله. الشخص ده بيتعب جدا، بيبقى عنده اضطرابات نفسيه، عنده قلق، عنده علاقاته بالاخرين فيها مشاكل جامده، ما بيعرفش يعمل فريق عمل بشكل قوي، شخص انتقادي طول الوقت، بيشوف العيوب طول الوقت، ما بيعرفش يقول اوف، ما بيعرفش يقول خلاص كده كويس، ما بيعرفش يقول كده، ما بيعرفش يرتاح، ما بيعرفش يبقى ريلاكس خالص، ما بيعرفش يبقى هادي، دايما شايف الغلطات، دايما شايف العيوب، دايما شايف النقائص، دايما موسوس. الشخص ده لازم يعرف امتى يقول اوف، امتى يقول خلاص كل حاجه تمام، انا كده وصلت لاكتر مجهود، ما ينفعش ازود اكتر من كده. ما ينفعش ان هو طول الوقت يركز في التفاصيل، حاول لو لقيت عيوب او لقيت حاجات مش عاجباك او حاجه مش منظمه قوي حاول تتغاضى عنها وتتجاهلها. درب نفسك انك تقبل الفوضى شويه، دخل في حياتك الفوضى عشان تعرف تبقى متوازن. لو عرفتش تعمل كده هتتعب جدا وهتتعب اللي حواليك، وكمان اولادك هيطلعوا بنفس الصفات دي وهيبقوا متعبين جدا، ان الحياه ما بتقبلش حاجه زي كده. درب نفسك انك تشوف حاجه مش منظمه، درب انك تعك سنه بنسبه 5% كده عشان تعود نفسك انك تقبل بالحاجه الكويسة او الحاجة العادية. مش لازم تبقى بيرفكت او منظم او طول الوقت مدقق جدا، ده حاجة مرهقة ومتعبة جدا ليك وبتعطلك كمان كتير قوي. الشخص الساعي للكمال ده او اللي عايز كل حاجة تبقى كاملة بيبقى ممكن اتربى في بيته على كده، اتربى ان كل حاجة تبقى منظمة، كل حاجة تبقى نظيفة، ما ينفعش يبقى في حاجة مرمية على الارض، لازم الدولاب بتاعه يبقى طول الوقت منظم، ولازم يبقى منظم جدا ونظيف جدا وشيك جدا وكل حاجه شيك وكل حاجه في مكانها. لازم يجيب درجات عاليه طول الوقت، ولازم يبقى بيرفكت طول الوقت، لازم يبقى الاول طول الوقت. الشخصيه دي بتتعب جدا، واتربت في بيت مهتم بالتفاصيل، مهتم ان كل حاجه تبقى كامله. الشخصيه دي على فكره بتنازع ربنا او بتنافس ربنا في صفه هي صفه الكمال، الكمال لله وحده. انت ربنا خلقك في الحياه عشان تغلط وتتوب، خد بالك. فانت لما بتعمل عكس الطبيعه بتاعتك انت مش تبقى مظبوط، مش تبقى متزن، واللي حواليك كمان هيبقوا تعبانين منك جدا. فالشخص الساعي للكمال ده بيبقى عنده مشكله كبيره قوي انه كمان ما بيعرفش يقبل اللي قدامه بسهوله، بيبقى اصحابه قليلين جدا طبيعي، انه عايز ناس بيرفكت في كل حاجه، في اللغه بقى وفي الشخصيه وفي المثاليه بتاعتهم وفي الناحيه الدينيه عندهم، صعب تلاقي اشخاص زي كده. حاول انك تتغير، حاول انك تعرف تقول اوف، اتعود تقول خلاص تمام كده حلو كله تمام. مش لازم تعمل حاجه صح طول الوقت، حاول انك تتعمد تغلط شويه او تعك سنه بنسبه بسيطه، وتقبل انك تبقى طبيعي زي بقيه البشر عشان دي طبيعه الحياه ودي طبيعه البشر. اتعلم تقول اوف، اتعلم تقول خلاص تمام، اتعلم تقول ان انا مش لازم اعمل حاجه كامله، انا مش شخص كامل. دايما عود نفسك على الجمل دي. شكرا.